وحديث ابن الشيخ على رحمه الله في هذا الكلام عن شؤون خطيره مهمه في كان سائر الى الله، كان المتوجه الى الله، كان المريد الوصول الى الله تبارك وتعالى فيما يخاطب به من طمع الهوى، يخاطب به من مخالفه هوى النفس، وما يطلب منه من ترويح القلب بطاعة الله تبارك وتعالى والسكون إلى العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه. وتتوارد الخواطر على هذا القلب والفؤاد، وكثيرا ما يكون الالتباس بين خاطر النفس وبين خاطر الملك، فيظن في خاطر من خواطر النفس أنه خاطر ملكي، أنه من خواطر الملائكة الناسحين، وذلك لأخاء في شؤون النفس دب النظر فيه على هذا السالك وعلى هذا السائر، وضرب لنا لذلك أمثلة. والفوز كله مبني وقائم على مخالفة هذه النفس وعلى إعدادها لكمال الخضوع والانتصار بجلال ربها جل جلاله، كما تشير الآية: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهي النفس عن الهوى لا يتم التحقق به إلا بمجاهدة كبيرة عظيمة يتنفى فيها الإنسان عن حدود نفسه وشهواتها وأهوائها تنبية تامة، فيبقى قلب ورب كما يقولون. الإمام الحداد لما أختار الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس كيف رأيته؟ فرأيت قلبا وربا لا نفس ولا هوى، رأيت قلبا ورب، يعني عبد خالص محض لله متذلل مشاهد لحضرة الألوهية والربوبية على الإطلاق. ما هناك شيء محببية من آثار النفس ولا من آثار الهوى ولا من آثار الميل إلى السوى أبدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله يكرمنا بنصيب من هذا الفضل إنه أكرم الأكرمين. فيها قالوا: لما بلغنا من النفوس ما شق نلنا المنى، لما بلغنا في النفوس ما شق نلنا المنى. قال الإمام عبد الرحمن السجاد: إننا اشتغلنا في العلم وفي الأعمال وبأنواع من الأعمال ومن المجاهدات فلم نعثر على شيء حتى رجعنا إلى معرفة النفس. لما رجعنا إلى معرفة النفس أدركنا المراد. لذلك يقول في وصف بعض أولياء عصره: شريف جاهد النفس الذميمة صبر حتى ملكها بالعنان. ويقول أيضا غيرهم من العارفين بالله سبحانه وتعالى: الحمد لله نفسي قد عرفت لها، والقلب مني بسبب الذكر منتبها، وغصت في الذكر بعد الذكر منغمسا في بحر نور سما سري بها وزها، وكنت عبد الهوى واليوم مالكه، وسرت مولى الورى مدكت سلسلها. فأحيانا يظن أنه في بعض النشاط الذي يجده في العبادة أن هذا منه بالقلب، لأنه دعوة إلى العبادة أو استرواح للعباد. فضرب المثل أنه يكون في عبادته في خلوته مهيئا نفسه لكمال تصفيتها وتنبيتها، ويشك عليها ذلك فتحب الخروج إلى شيء من المساكين والتروح في ذلك، ومثل هذا التروح يكون مساعدا. أما بالنسبة للعامة فتلبية لنفوسهم عسى أن تساعدهم بعض الشيء على بعض الواجبات، لكن بالنسبة للخاصة لا يكون ذلك محمودا لهم إلا بعد كمال موت نفوسهم وحياة قلوبهم، إلا بعد كمال تنكيهم عن الهوى. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يسمي أو يسم، يسمي يبثل أو يسم يوقع في العار،
يوقع عليك العار، يسمي يذبلك أو يسم يوقعك في العار، وفي الوصم البقية والنفس. إن تولى ما تولى يسمي أو يسمي، وراعية وهي في الأعمال سائمة، وإن استحلت المرأة فلا تسمي. كم حسنت ردة للمعتقى كلة من حيث لم يدري أن السم، هذا يقول خالف النفس والشيطان عصيمة، وإنهما ما أضاف النفحة فإن، لأن وراءها أضرار وقوام ووراءها تلبيسات دقيقة خفية عليك، فلا تأمن ولا على نفسك ولا تركج إليها. فيقول أن هذا صاحب الخلوة المهيئ نفسه لكمال خضوعها، يقول عليها ذلك، فتستروح في الخروج إلى الصحراء والبساتين والأشجار، فيخرج فيجد نشاط في العبادة. النشاط الذي وجده في العبادة هذا يظن أنه من نهضة القلب ونضرب، والواقع أنه أن النفس لما ظفرت بأراها تركته عن العبادة، تركت القلب عن العبادة، فلم تضايقه ولم تؤثر عليه، فخفت عليه العبادة وبدأ يتذوق شيء من حلاوتها، ولكن في ذلك مغبة. والمغبة بالنسبة لهذا الثالث أنه لما أعطى نفسه هواها من هذا التروح والتنزل قبل أن يتم صفاؤها وقبل أن يتم تهذيبها ذويت عليه، ذويت، لأنها إذا أمدت بالشهوة ذويت، وإنما دواؤها بقصع شهواتها ومألوفاتها. أما إذا أمدت بالشهوة فإنها تقوى تقوى، فإذا ذويت يرجع بعد ذلك إلى الخلوة، إذا رجع وجد شدة ومضايقة ما كانت من قبل، لأن النفس قويت في هذا الخروج وتروحت وأخذت من شهواتها، في مدة تروحها هي النفس بهواها حركت القلب لبعض مظاهر العبادة فلم تضايقه، فوجد شيء من النشاط ومن الراحة بالعبادة، فظن أنها من القلب وما هي كذلك، لدقتي مراد النفس ولدقتي شهوتها الخبية. وهذا حال المجاهدين مع الحق تبارك وتعالى في تطهرهم عن أن يخلطوا شيئا من أعمالهم بإرادة سواء. إذا تأملت وجدتهم كيف يراجعون أنفسهم فيما يجدونه من الروح في البيان في الليل، والناس منها وفي السحر يهب النسيم تستنشق أرواحها، هذا خير نعم، ولكنه عند الكمل، ولذا كنت أقوم بما أجد من هذا الروح من حبوب هذا النسيم فإن كمال إخلاصي لله العظيم. أنا كنت للذتي، كنت لراحتي، ما كنت لربي، ما كنت بإلهي وملكي. فأصبحوا يقولون من أظلم ممن قام بالليل لينشق نسيم الأسحار، مع أن نشق نسيم الأسحار أمر كمال بالنسبة للعامي، بالنسبة للمبتدي هذا أمر كمال، أمر عظيم، لكن بالنسبة لهذا لا يعده مقصدا، بل يعد أن قصده يخل بكمال إخلاصه مع الله وصدقه مع الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الدقائق التي يخاطب بها العارفون أنفسهم ليكونوا عبادا خلصا، ليكون عبدا محضا لله تبارك وتعالى، لا يشوب عبادته بشائبة من مراد نفسه ولا هواه ضبط فيتنزهون عن الهوى الذي قالوا فيه قطرة من هوى تخمد بحرا من العلم، هكذا كانوا يقولون. ونصرنا في زمان نجفي من قطرة من علم معها بحر من هوى، كان يقول لو في بحر من علم وجاءت قطرة من الهوى تخمد البحر كله، فكيف إذا كان عنده بحر من هوى وقطرة من علم وجاب هواء هذا مع القدرة دي يريد يطلع وينزل بها ويتكلم على الأولين والآخرين، إن لله وإن إليه راجعون،
يقرا من العلم مباح كامل الهوى، فهذه مشكله كبيره. والله يصلح احوال المسلمين قلوبهم صحيحه بعد العلم. يرحم الله الشيخ اسماعيل صادق عبد عليه رحمه الله، فاثناء ممن عرف مسلك مجاهده الهوى وعدم الافتراض بالمظاهر ولا بامر الدنيا ولا بمداهنه الخلق في الحق جلاله وتعالى في العلاه. ففي ذلك كان بفضله ثلاثه الشريف وله وضع في القلوب وتاثير الدماء تحقق بها رحمه الله ورضوانه وجمعنا الله به في دار الكرامه، فهو راض عنا وبارك في جميع من خلقه واتصى به وقام على سبيله واهز مضيقته هذه وجميع محبيه وتلاميذه، وجمع الجميع بفضل منه في دائره الحبيب الشفيع صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. ضرب لنا الشيخ هذا المثل فقال: لا ينبغي ان تامن نفسك وتظن ان كل نشاط في العباده من خالص من القلب، بل قد يكون بسبب من سكون النفس، واحيانا قد يكون هذا الخاطر في نهوض القلب هو كذلك من راحه القلب، لكن القلب نفسه يحب بعض الفساد لسكونه الى النفس، مع اخفى ذلك على صاحبه. فلولا ان القلب سكون الى النفس لما قال العارف بالله: منذ 20 سنة ما سكن قلبي الى نفسي ساعه. فتبين انه احيانا يسكن القلب الى النفس فيوافق النفس في هواها، فيكون سرى اليه هو شيء من الفساد في عدم أدبه مع إلهه الملك الجواد جل جلاله وتعالى في علاه. وأكثر ما تدخل الآفات على أرباب القلوب في الآفلين من اليقين مع كمال التجدد والحال بنصيب من هذا الجديد الخبيث لقلة علمهم بالنفس. والتوقع نفسك لا تامن غوائلها، فالنفس أخطأ من 70 شيطانا حتى تشتبه بالقلب. لقلة علمهم أيضا بأن القلب قد يسكن أحيانا إلى النفس فينافق ويظن صاحبه فيه الإخلاص وهو منافق مع النفس. فإذا لابد من التخلص من الهوى قليله وكثيره بواسطة الصدق مع الله ونظر الشيوخ المربين حتى يصفو تبر العبد، يصفو تبره، يصفو تجريده فيصير ذهبا خالصا بفضل الله تبارك وتعالى. في هذا الكلام سمعنا ايضا قصه ذاك الصالح الذي رتب على نفسه وقته ما بين عام في العلم وفي العباده وعام في الخروج في الجهاد في سبيل الله، وانه استمر سنوات الا انه في سنه احس بكثره في الخروج الى الجهاد ما كان يعتادها، ولدقة نظره وبصره أدرك أن هذا الاستخفاف من النفس وليس في نشاط القلب في الرغبة في الطاعة والعبادة. تتعجب يقول: هذه النفس لماذا نشطت هذه المرة؟ وعادتها الخروج في الجهاد يكون ثقيلا عليها، فلما نشطت ولما استحبت الخروج؟ فأخذ يتأمل في ذلك، لعلها أرادت السمعة بين الناس. فقال: إني سأخرجك إلى مناطق بعيدة لا يعرفك أحد ولا يدري أحد بأنك جاهدتي وهذا. فلبت وقال: أحس أنها خفيفة وتريد الخروج. العجيب، لعلك أردت المغنم وأردت تحكيم ما سأعرضك في الأماكن الخطرة للقتل السريع حتى لا تحصل. فوجدها لبت الثياب فرجع إلى ربه يقول: يا رب اكشف لي عنه، ما هو الهوى الذي داخلني هذه المرة؟ ودخلت بالخروج في سبيله، فأراه الله نفسه، قال: ما لك كل مرة أنتِ
يزول عليك الجهاد ويصعب هذه المرة خف عليك. قالت لأنك في مسلكك هذا تدخلني في اليوم ثلاثة لقد فأحببت تتخلص من الجهاد الأفعاد وتكل واحدة ولقى ثلاث كثير أحسن أحسن واحدة مرة تنصرني وخلاص استعدت في السلاة أحسنني أنا أبقى. قال إذا هكذا هذه السنة ماشي خروج هناك قلت لي سنة ماشي خروج من دون سنة معركة. فكشف الله عن هذا الخيط الخفيف من مراد النفس بالخروج. النبي يقول من غزا وهو ينوي عبادا فله ما نوى. أجل الغزو والجهاد كله ما يتحول إلى العبادة قبل ما يقول بالعبادة ولا شيء من فضل الجهاد ولا من ثواب المجاهد ولكن بسبب نية العبادة. قالوا جدا نبه الله بعض الخارجين مرة في الجهاد يقول أحدهم إن غنمنا غدا إن شاء الله وانتصرنا على الكفار فإن الله غنم كثيرا نذبح من الغنم وآكل من الكبد لأني أحب الكبد. وخرجوا إلى الجهاد ولم في الليل أراه الله تعالى إنهم ملكين ومعهم أسماء جديدة عندك أسماء الذي حضروا قدوة مسؤول عن جبرنا من فلان فلان ما حد يسمع. قال فأنا حضرت معهم. فهذا يقول محضرهم بل هذا ما حضرهم. بل نعم أنا حضرت وأنا وعم بطل جاد. فهذا يقول الرجل إنه حضر فإن هذا أراد أفر الكبد ما أراد الجهاد. وأخذ يسيح ربي قال له الله ما كان هو قصدي إلا فقط أمني هكذا تمنيت عرضت لي ما هو الذي خرجنا للجهاد أنا خرجت جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى إنما هذه أمي عرضت لي وخاطر عرض لي بالطريق أنا مجاهد في سبيل الله وإن فأمر يرضي له يبكي قال له صاحبه الملك اكتبوا على جانب من الصحيفة صاحب الكبال فلن يقضي ربك ما شاء فيه. قال اكتبوا سموا صاحب الكبال فكتبوا ويلحق بهم صاحب الكبال فلان بن فلان. فانتبه من النوم قبل المقاصد كيف تؤثر على الإنسان والإرادات إلى أين يذهب وينقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين. قال وإذا انعزمت في الكلية فلا غرض له في التشبيه بالقلب على سبيل التلبيس وما للقلب سكون إلى النفس بل إلى الروح وهذا الاشتباه لما كان في غاية الصعوبة بحيث لا يقدر على رفعه إلا الراسخون يرحم الغالب فيه إذا كان قليل العلم بمعرفة أمر النفس والقلب فلا يؤاخذ بإبطاء خاطر النفس إذا اشتبه بالقلب أو القلب الساكن إلى النفس ما لم يكن عليه من الشرع مطالبة طاهرة. وأما إذا غرق من جوشك بإصرار النفس والقلوب وطلع على طريقة خفية للتمييز ثم استعجله الطبع فغرق باشتباه النفس بالقلب أو سكون القلب إلى النفس فلا يسامح في ذلك. وقد قيل إن لكل واحد من الفواضع أربعة جهة معينة يرد منها على القلب الخاطر من النفس يحس به من أراضي القلب لأن القلب متوسط الروح والنفس والروح علوي من عالم الأمر والنفس فكرية من عالم القلب. وخاطر من القلب يحس به من فوق القلب لأنه تعالى فوق الكل على أن إلقاء الخاطر أولا على الروح وهو فوق القلب. وخاطر من الملك يحس به عن يمين القلب لأن الملك جالس على يمين القلب لأنه جهة قوية أخروية. وخاطر من الشيطان يحس به عن يسار القلب لأن الشيطان جالس على يساره لأنها جهة ضعيفة دنيوية. وهذا الذي قيل من إحساس كل خاطر من جهة معينة إنما يصف لعبد أذاب نفسه بالتقوى والذل حتى حصل الصفاء لجميع ظاهره وباطنه ومن هذا الصفاء حصلت الاستقامة لظاهره وباطنه فحصل كل شيء في موضعه معين. ولولا هذه الاستقامة لأتى الشيطان من الجوانب كلها كما قيل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وعلى تقدير التعين لا يعرف الشيطان أنه من أي جانب ورد عند عدم الصفاء. وأما عند الصفاء فإنه يصير قلب العبد كالمرآة من جوة لا يأتيه شيء
الشيطان من ناحية إلا ويبصره، فيأخذ الشيطان موضعا معينا لا يبقى له موضع آخر يسعه لاشتغال العبد بما يختص به عند استقامته الحاصلة من صفائه، وإنما يبقى للشيطان موضع مع استقامة العبد، لأنه ربما يغفل العبد فيجد الشيطان فرصة، لكن العبد كثيرا ما يفسد بأقل ذكر. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ذكر أنه من رحمة الله تعالى أن كثير من المجتهدين في صنع العبادة تشتبه عليهم بعض الخواطر وتلتبس، فيسامحهم الحق أحيانا فيما التبس عليهم إذا لم يتبين لهم، وإذا لم يقصدوا ولم يتعمدوا، وإذا لم يخالفوا شيئا من آداب الشرع. وليس كذلك من كشف له الحق على ببصيرته كوامل أخاي النفس ثم مال مع الطبع، فهذا ينقصه ميله ما لا ينقص ذاك الذي ظن أنه على اتباع الحق وهو في نوع من الهوى لا يدري ولا يحس به. فمن رحمة الله أنه يتجاوز وأنه يسامح هذا العبد، لأنه اشتبه عليه الأمر وهو في الأصل يريد وجه ربه جل جلاله وتعالى بعلاه. هذا من رحمة الله ومن لطفه بالعباد جل جلاله وتعالى بعلاه، ولكن يستعد للكمال بعد ذلك بما يفيضها على قلب من النور حتى تتبين له حبائب الأشياء ويتبين له دقائق الأشياء كذلك. ومع هذا كله فإن لهذه النفس عند صفائها تمييز جديد، فمنها ما ذكره، هذا ما يكون إلا لخاصة بل ذوقوا نفوسهم بنور الذكر لله تعالى ودوام الحضور معه. فصار الشيطان ما يأتي من من جهة يسأل يسار القلب يحاول يوسوس عليه، والملك عن يمين القلب، وما يأتي من النفس إلا من تحت القلب من أراضي القلب. قابل النفس يأتي والروح بالأعلى تأتي من فوق القلب ومن أعلى القلب، خواطر الروح الصافية التي هي من أمر الله، قل الروح من أمر ربي كما قال سبحانه وتعالى. قال: أما في الأصل فإن الشيطان قال: لأكلنهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن يمينهم وعن، فهو يفعل كذلك. ولكن إذا تسلح الإنسان بالعلم والذكر صار من أي موضع جاء صار فينتبه له أو يرده، يجي من الجهة الثانية يرده، يجي فما عاد معه إلا يركز من جهة واحدة، يتخطى ويحاول يدخل على الجسر هذا بعد أن يكون قد تيقن بل هذا الإنسان مرتبة. وهذا يأتي في هذا التفصيل الذي ذكره. وأما مع عامة الناس فيأتي من هنا ومن هنا، إلا أنه لم يذكر من فوق ولا من تحت، فقال: لأجلهم بين يديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن. ولهذا كان يقول بعض العبيد: إذا اكتفيت وسوسة بنفسك أو خواطر سيئة صعب عليك دفعة، فارفع راسك إلى فوق وقل الله بمد اللام وسكون الهاء، فإن الخواطر تحت خواطر السوء تحت، قل الله سعدين فالجنان وسكون الهاء، فإن أخواب السوء تحترم. ولو الحكمة في الرفع إلى فوق أن الشيطان ما يجي من فوق، ولكنهم بين أيديهم ومن قلبهم عن إيمانهم معاً، ما يجي من فوق. فأنت ترفع رأسك عن قبلة الدعاء وتقول الله، فتكرر اسم الجلالة فتحترم خواطر الشيطان. كما أنه يذكر هذا العارفين من خاصية اسم الله الجبار البهار، يقول: يا بهار يا بهار، مئة واحد ثمانية مرة في اليوم لدفع الخواطر السيئة. لدفع الخواطر السيئة: يا بهار يا بهار يا بهار.
الأبصار نور الفكر يتقي الشيطان في أحد النار. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى كالأكلة أو كالأكلة بذكر ابن آدم. قد قيل إذا تمكن الذكر من القلب كلما دنا منه الشيطان سعر يجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما لهذا فيقال ما السبب الإنس. ولعظمة سر الذكر أنه إذا توهم السارق أنه أكل طعاما به حراما أو كفرا وكان كذلك في نفس الأمر ثم اشتغل بالذكر بعد ذلك أذاب سر الذكر جميع ذلك فاعلمه فإنه ينفع كان زمان مبارك. وأما إذا سرد قلب العبد كله بخير على غرين فلا يبصر العبد الشيطان أصلا سواء تعين له جهة أو لا فيشتبه عليه الأمر وذلك عند عدم كمال التقوى والجد كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكثت في قلبه لذة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقط فإن عاد زيد فيه حتى يعرف قلب الرأي. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الواجب على العبد أن يبادر إلى التوبة فورا إذا وقع في الذنب وإلا على قلب الرأي قلوبهم من الكفر والعياذ بالله تعالى ولا يترك التوبة الموافقة له النفس كأن تقول له النفس تتوب من هذا الذنب ثم تعود إليه تقول لها وما يجيك ان الموت ياتيني قبل ان اعود اليه فاخذ دائما منه فذلك لا يترك التوبه فيحسن من قبولها فقد جاء في تفسير قوله تعالى ولا تنسك اليه من الذنب هو العبد يدرك ذنوب الكبار ثم يقول قد ملكت لا ينفعني عمل اي لا توبر انفسكم بالفساد كبائر تتبعها في اليأس بعدها تدعو بأن لا ينفعكم عمل حصلا فإن اليأس مانع سيشوف تلك الدعوة في مجال العبد وليعلم أن العبد إذا خاف من انتقام بترك التوبة ورجاء المغفرة في فعل التوبة واستقام في ذلك فقد تحقق في الحقيقة ورجاء المغفرة في ورجى المغفرة في فعل التوبة واستقام في ذلك فقد تحقق في حقيقة التوبة المسؤول وصار رجاء الخوف مقامين في حقه. اللهم تب علينا توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الذكر موجب للنور والنور يوجب إبصار تبصر الحقيقة على وجهه وتعرف من أين يدخل عليك الشيطان ومن أين يخاطبك وكيف يخاطبك فترده خطابا. الذكر موجب للنور والنور موجب للإبصار والشيطان يتوقع نور الذكر كما يتوقع الإنسان النار كما تتلقى لهيب النار فالشيطان كذلك يتوقع نور الذكر ضياء نور الذكر يحرقه كما أن يحرقك النار. فهو إذا صدر الذكر من القلب فإن ضياء هذا الفكر ونوره يحرق الشيطان فهو يتوزع هل يحمس عند ذكر الله سبحانه وتعالى حتى إذا غلب سلطان ذكر الله تعالى على قلب الإنسان يسير من القوة في مكان بحيث يفر منه الشيطان. أما سمعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا عمر بن الخطاب قل ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجا طريق آخر لأنه يضرب النور هذا نور اليمين القوي ويضرب الرسول فتكلم مع الله تعالى بالذكر يضرب الشيطان ما يقدر عليه ويتقيه فلهذا يتباعد منه. وقد كان صلى الله عليه وسلم عنده جماعة من النساء وكنا يتكلمن ويرفعن أصواتنا ثم قالوا عمر يستهزئ بيدخل أبي بكر فلما سمع عمر صوت عمر تبادرنا الحجاب والتحين ناحية النساء فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هيبة النساء من سيدنا عمر فدخل فوجد النبي يضحك يا رسول الله ما يضحكك قال هؤلاء النسوة كنا يتحدثن ويتكلمن فلما استأذنت تبادرنا الحجاب والأب رفع صوته قال يا عدوات انفسهن اتهبنني ولا تهبن رسول الله. عندك النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم وما تستحين لما جيت انا
فكلمته واحدة منهم وتبقى قاعدة من الغطاف إنك فرد غليظ إن رسول الله رحمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه ابن الغطاف والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجا. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخرج من ظل رمى. معاذ من شخص ظل، وإذا ظهر ظل الشيطان يهرب من ظل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بقوة إيمان بيده. ولهذا كان يقول بعض العارفين: المواظب على صلاة الضحى يحصل له من نور الذكر في قلبه ما يحرق شيئا، حتى إذا دنا منه الجن والشيطان يؤذيه يسترعه، يسترع الشيطان يسترع حتى يمر عليه الجن يقول ما باله، يقول مسه إنسي. كما أنه يسرع الإنسي منا ما باله يقول مسه الشيطان. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فكذلك الإنسي صاحب الذكر ونوره المشرب إذا بنى منه الجن والشيطان يسرع. فيقول اخوانه من الجن ما قالوا يقولوا انسي مسجد انر من انسي اسرائيل برب النور فصرع واودعه على الارض. وكذلك هكذا عباد الرحمن قال له: ان عبادي ليس لك عليهم ليس لك عليهم سلطان. سبحان الله. ولذا تجد عجائب في حال الأتقياء مع السياسيين وكيف ينفعون ويتذللون لهم. وقد خص الله تعالى النبي سليمان بخصوصية تسخير المرض والشياطين، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفر فسخروا له تسخيرا. حتى عند موته سأل الله تعالى أن يكشف الحقيقة للناس أن هؤلاء الجن والمردة لا يعلمون الغيب، مع أنهم مظهورون بظهر الجبار الأعلى جل جلاله. فسأل الله أن يخفي موته عنهم عندما ذاقوا الموت مدة، ويستمرون في الأعمال وفي الأشغال خوفا من النبي سليمان، والنبي سليمان قد انتقل إلى العالم الأعلى. فأمسك بعصاه وقام قائما وقبلت روحه، وكانوا يرونه قائما فيخافون وينقلبون في الأعمال وفي الأشغال كما رتبها عليه. وبقي اليوم الأول والثاني والثالث وهو نبي نتأثر فيه الموت وجسده ما يقر في الأرض. فرابع يوم خمسة شهر شهرين ثلاثة أشهر النبي سليمان ماسك العصا والجنون باين يصلي، وأربع أشهر وخمسة أشهر إلى سنة. بعد سنة الأرض أكلت العصا فخفت وهو متكي عليها فسقطت سقط. فجاءوا يقول النبي قد مات النبي سليمان. فجاءوا الى العصا اقاموا مثل عصا في المكان فما تاثرت بالارض الا بعد سنه، فعلموا انه كان ميت من سنه. قال سبحانه وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سأته، يعني عصا من سأته في فرار من سأته. فلما خر لما سقطت العصا وانكسرت وهو سقط، فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يمشي سنه كامله وهم في احمال واجوال واذقان، كنت في سنه قد الذي ملك الله عليهم قد توفي عليه الصلاه والسلام. وفي بعض التفاسير تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أليس علم الغيب لجن ولا إنس ولا غيرهم؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله جل محيطا به، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول، فيطلع من شاء على ما شاء من غيبه سبحانه وتعالى، ولا يحيط بالغيب كله إلا هو. وأوسع وأعظم من أطلعه الله على الغيوب، وخصوصا الغيوب العلوية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم من أطلعه الله عليه، فأطلعه الله على ما لم يطلع عليه
من أسرار مملكته وأسرار عظمته، لا نبي مرسل ولا ملك مجرب ولا غيره من الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم صل عليه وعلى أصحابه، اجعلنا من سر هذا النور النبوي نصيبا وافعا وحقا كاملا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولعظمة سر الذكر، إذا توهم السالك شبهة في طعامه فاشتغل بذكر الله تعالى تمحي جميع الظلمات التي يلحق من أثر الطعام الذي لم يعلم فيه بعلامة ناجزة وجود الشبهة، وإلا لوجب عليه اجتنابه. هذا ما دام الملبو يغرب فله التأثير وله الظهور ظهور الآثار على ما حواليه. يقول الإمام أحمد بن حسن الرضي رحمه الله الذي ورد في ما قبل 120 سنة تقريبا إلى الأزهر الشريف، يقول إن كنت معي خرجنا في الإسراء في بعض القبائل، ومعي واحد من الإخوان كان سمين، فكنت أجمعه وأقول خفف من وزنك ونقص ثمنك، وكانوا يسكنون اللبن في تلك الأيام، فغلظت معاك بطني في فترة الأخيرة، فكان تجعله يضحك معي، يقول الست قريب مني سواء أنا وإياك سواء. قال فقلت له لا تخف، سأسري لها الليلة بالبقرة والعمران في الليل بالدلوك. فاحتاج من هذا الكلام، قال الليلة بأسري عليها في الصلاة الليل سورة البقرة والعمران بدوك، هذا الشيء عن كل رضوان الله تعالى. فهكذا كان نور الذكر، فالذكر أساس للبداية وللنهاية ولكل مراحل الوجهة إلى الله، الذكر أساس فيها. فإنما الذكر كالسلطان في القربي، وفي الخبر أن الله أن بعض الأنبياء سأل ربنا أخبرني عن علامتك في من تحب حتى أحبه وفي من لا تحب حتى لا أحبه، فأوحى الله إليه إذا رأيت العبد يكثر من ذكري فاعلم أني أذنت له وأني أحبه، وإذا رأيت العبد لا يكثر ذكري فاعلم أني لم أذن له وأني لا أحبه. لهذا قال النبي لسيدنا معاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وعلامة صحة القلب مبادرته إلى التوبة فورا إذا وقع بالذنب، إن الذين ارتقوا إذا مسهم طائف وفي قراءتيكم من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم من الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. وقال قد يأتي أحيانا من تلبيس إبليس فتقول له النفس قد تتوب من هذا الذنب ثم تعود إليه، فأحسن لا تتوب. يقول له يا كذاب أحسن لي أتوب وما يدريني أني أعود، ولو يستطفني الموت قبل أن أعود فأموت وأنا تاري، فلا تصدقها. وقد يأتي من قبل الياس يقول انت ما تستطيع الاستقامة على التوبة او لا يقبل الله التوبة منك، اقول كذبتي، اقول للشيطان كذبت بل اتوب اليه وهو اكرم وهو ارحم جل جلاله وتعالى في علاه. فكما انك ما عجزت عن الوقوع في الخطيئة فلا تعجز عن الرجوع في التوبة، ليست الخطيئة ما تعجز عنها والتوبة تعجز عنها، رجع اليه سبحانه وتعالى. ولذا قالوا ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة، لكنه يتوب ويندم ويرجع إلى الله تعالى. فما يعد من المصرين، ما يعد من المصرين على الذنب، من كان يندم ويتوب ولو اقترف الذنب في اليوم 70 مرة لكنه في كل مرة يندم ويرجع ويتوب إلى الله، ما يعد من المصرين. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فحسبا وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على
ولم يصروا على ما فعلوا. هذه علامة واضحة بين المؤمنين الصالحين الأذكياء وبين أهل النفاق والغفلة. لم يصروا، ما يصرون أبدا. أما الغافل الذي استحوذ عليه الشيطان يقول هذه المعصية ما تقدر تتركها، خلاص خلف فيها، تصلح لك وسطاعة ثانية من هذا المعصية أو تستمر عليها أو تخرجها. هذا من التلبيس الإبليسي ومن الخدع النفسية للإنسان، فيصير العبد مصر، والإصرار على الصغيرة يحولها كبيرة. فكيف إذا كان في كبيرة فحد ذاتها ثم يصر عليها؟ أجارنا الله من الذنوب صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها. هذا شهر رجب شهر الاستغفار، شهر التوبة لله. فيقول العلماء أن رجب شهر الاستغفار وشعبان شهر الصلاة على النبي. في مثل أنزل قول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، لأن نزولها في شعبان. هم الأمر مستمر في شعبان وغير شعبان، ولكن على وجه الخصوص كما أن رمضان شهر القرآن، كما يذكر في حديث في رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. فاللهم بارك لنا في رجب في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وصدنا من الآذان. وفي الأثر من تصدق في رجب بصدقة ساعده الله من النار بمقدار غراب طار فرحا ومات هرما. استمر في الطيران من ايامه كان فرح الى ان كبر، كم المسافه يقطعها فيباعد عن النار بالصدقه في رجب بمقدار هذه المسافه كلها. وقد كانت بعض الصالحات المعتنيات بالعباده في وتستعد لرمضان من رجب وتجتهد في رجب بانواع العباده، توفيت ووقع لبعض الذين دفنوها شيء من المال سبب عليه، ثم تذكر فجاءوا يحفرون القبر فلم يجدوا لها اثرا ابدا في اليوم اللي قبروها فيه، فتعجب واين ذهبت؟ فسمعوا صوت من قول يقول ان هذه التي عظمت اشهر الله الحرم وكانت تعبد في رجب رفعها الله بجسدها الى السماء تعبد مع الملائكه في السماء. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى اشهر الحرم من شعائره. كان يقولون رجب شهر البدر، وشعبان شهر السبي، ورمضان شهر الحصاد. لكن من لم يقدر ايش يسقيها؟ ممكن تسقي ارض بلا بدر تجيب نبات؟ ما يمكن. وصلح البدر بعدين السقي بعدين تطلع النبات، كل ما عندها خذ الثمره بعد ذلك. يجيك رمضان وانت مهيئ وانت مصفى وانت صالح لليالي رمضان من اول ليله. ينادي المنادي يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. فاعطى البركه لنا ولكم في رجب ان شاء الله، ونبلغ رمضان ونعان على صيام القيام ونحفظ من الاثام. اللهم يا من وفقك اهل الخير للخير واعانهم عليه وفقنا للخير واعنا عليه. كان اخواننا في مضيقه الشيخ اسماعيل خير الجزاء، وبارك لهم في اعمالهم وفي نياتهم وفي اكتفائهم باثر الشيخ اسماعيل وشيوخه الاكرمين وسنده الى الحبيب الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وارفع درجاته عندك واجمعنا به في دار الكرامه وانت راض عنا. من تقدم بهذه البلاد من الاجواد الامجاد ارباب الصدق معك والغيب والاشهاد، نسالك اللهم ان تجزيهم عنا خير الجزاء وان تعلي درجاتهم عندك وتجمعنا بهم في دار الكرامه وانت راض عنا. ونسالك ان تحيي سيرهم الصالحه فينا وجهاتهم الصادقه في جميع اولادهم وذراريهم واهل بلادهم وفي المسلمين والمسلمات. من تدفع العباد وتنظر الى مصر واهلها وتدفع عنهم الشرور كلها، والى شامنا وتفرج الكروب، والى يمننا والى الشرق والى الغرب، واهل بلدان هؤلاء اجمعين. انظر الى اوطانهم، انظر الى بلدانهم، واذن فيها رايه الحق، وادفع عنا وعن اهل السوء والاذى والعاهات وتسلط الفجار والاشرار والكفار، واعدنا من جميع المضار واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك المختار، ونجنا عن الهوى ونجنا عن شوائبه ونجنا عن اراده غيرك وعن قصد سواك ظاهرا وباطنا، وارزقنا الاخلاص لوجهك الكريم والثبات على الصراط المستقيم من شر الفاتحه الى روح والى ارواح مجمعين وذوي الارواح مشايخنا والحبوب علينا واموات المسلمين واحياهم ليوم الدين عامه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه.
ونفعنا بما علمتنا الله.
رسول بمحمد نبينا نبينا حديد قلبي
العشق كافتكم فهل لها نبي الله داود عوازلي حسبتني إذ ولعت بكم وكل ذي نعمة في الناس محسود والله بذران المحبة وما في مكان من المدينه عنا والى حضره الله عليه.